اخبارنا وهنبتديها بالرئيس عبد الفتاح السيسي واللي شهد النهارده حفل تخرج دفعه جديده من طلاب كليه الشرطه. والتخرج هذا العام حصل انه في اكتر من 1000 طالب بيتخرجوا، ما بينهم عدد من الطلاب المتخصصين الى جانب طلاب وافدين من الدول العربيه والافريقيه. حضر حفل التخرج المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه الى جانب عدد من الشخصيات العامه. من ناحية تانية كان في تصريح للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية خلال هذا الحفل، واللي أدلى فيه بأنه جهاز الشرطة استفاد من دروس الماضي وملتزم بالمنظومة الحديثة التي تساعده على المواجهة الجادة لأي مظاهر للخروج عن القانون. أضاف أيضا بأن الجهود اللي بتبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية لا تتم دون توفير مناخ آمن مستقر، وأكد أنه لا استقرار ولا تنمية دون أمن. لفت أيضا بأنه معدلات الجريمة تراجعت خلال المرحلة الماضية بفضل الجهود اللي قام بها جهاز الشرطة في ملاحقة العناصر الإجرامية.